أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندي مشكلة، وهي أني عندما أقرأ القرآن لا أخشع ولا أفهم شيئا، وكأني لا أقرأ كلاما عربيا، بل وفي بعض الأحيان أفكر بشيء وأنا أقرأ القرآن للأسف الشديد، فما هو السبب في هذا؟ علما بأنني كنت سابقا أتمتع وأرتاح عند قراءة القرآن. ربما عندك مخالفات وسيئات أو تعلق بالدنيا، عليك أنك تحاسب نفسك عن هذه الأمور، والخشوع هذا من الله سبحانه وتعالى، لكن تعمل الأسباب، تعمل الأسباب الجالبة للخشوع، والأسباب الجالبة للخشوع أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية القراءة، وأن تقرأ بقلب حاضر، وأن تتدبر الآيات التي تقرأها، تفكر فيها ومعانيها، وأن تقرأ في وقت معتدل ما في مزعجات ومشوشات، فهذه أسباب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.